السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ممكن نعمل الشغل بتاعنا كموديلنج وكماتيريال وكرندر وككل حاجة ممكن نعمله في قلب الريفت، ونعمل رندر كمان في محرك رندر كويس. تمام، ممكن اختار من هنا بيست، هيطلع لي صورة حلوة بس هياخد وقت، فانا ممكن اقول له لو او حتى درافت. تمام، ودي كلها اعدادات بسيطة جدا، بقول له رندر بيبدأ يعمل رندر. تمام، فانا ممكن اعمل الموضوع من اوله لاخره في قلب الريفت، بس طبعا محدش يقدر ينكر ان 3 دي ماكس الريندر فيه اقوى بكتير، وفيه اختيارات كتيره، وفيه واقعيه اكتر. تمام، ده رندر خفيف لفيلا كنت عاملها. لو اخترت بيست هيجيب لك بصوره افضل. تمام، وممكن في قلب 3 دي ماكس ابدا اعمل، اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الحوائط، وارسم الشبابيك، وارسم الابواب، وارسم السقف، وارسم كل اللي انا عايزه. تمام، مفيش اي مشكله خالص ان انا ارسم كل الحاجات دي في 3 دي ماكس، بس زي ما المثل بيقول ادي العيش لخبازه. 3 دي ماكس متخصص في الموديلنج وبيعمل كل حاجه، بس الجهد اللي انا هعمله عشان ارسم الفيلا دي في الريفت اقل بكتير من الجهد لو انا حاولت ارسمه في 3 دي ماكس. وبرضه هنا في الريفت بيديني معلومات عن كل حاجه، يعني اول ما اقف على اي حيطه اقول الحيطه دي السمك بتاعها قد كذا، نوعها كذا، الماتيريال اللي فيها قد كده، كل المعلومات اللي انا عايزها كمعلومات معماريه وانشائيه وكهروميكانيكال اسهل ان انا اعملها في الريفت، لان الريفت بيم فمهتم بالانفورميشن. طيب لو انا عملت النموذج كله في قلب الريفت وعايز اصدره للماكس، ممكن اجي هنا واقول له اكسبورت. في امتدادات كتيره ممكن اصدرها، ممكن الامتداد المفضل اف بي اكس، ده كويس او مفيش اي مشكله خالص. وفي حاجه كويسه برضو في 3 دي ماكس ان انا ممكن ادخل ملف الريفت، مش هدخله كمان، اعمل له لينك. يعني ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعمل لينك مع الريفت، ممكن اعمل لينك مع الاف بي اكس. ممكن هنا في قلب الريفت اقول له صدره لي كاد، اكسبورت كاد، تمام دي دبليو جي. واجي هنا اقول له امبورت تو كيد. هو الاختيارين المفضلين عند الناس اف بي اكس لانه بياخد الماتيريال اللي بياخد كل حاجه، والريفت لان اول ما تعدل في الريفت هيتعدل معاك اوتوماتيك في 3 دي ماكس. فخلينا نجرب لينك ريفت، واجي هنا اقول له هات لي ملف الريفت. ممكن اجي اقول له هنا رتبهم لي بالديت عشان يجيب لي اخر نسخه انا اشتغلت عليها، اخر نسخه ديت. هقول له ايه اوبن، فبيبدا يعمل كونكشن مع الريفت، بحيث ان انا لو جيت هنا في الريفت وعدلت اي حاجه ودوست سيف هنا برضه هتعدل معايا، مفيش اي مشكله خالص. تمام، بيقول لي انت عايز تشوف اني فيو، فبقول له هات لي 3 دي. اوكي، وابدا اشوف انا عايز كومباوند باي ماتيريال ولا انا اختيار من الاختيارات الموجوده. هقول له اتش ذس فايل، طبعا 3 دي ماكس هتلاقي فيه اللايتنج بطريقه اوسع بكتير من اللي موجوده في الريفت، هتلاقي فيه الرندر فيه اختيارات اكتر واكثر تعمق، وتلاقي فيه منتل ري وبي ري وكل الحاجات ديت. ده الملف اهو دخل. وممكن باجي هنا بقول له انا عايز الليارات، ظهر عند الليارات لو في اي لير عايز اطفيها. اجي هنا اقول له مثلا انا مش عايز الووتر، مثلا مش عايز الريلينج، تمام اي حاجه انا عايز اطفيها بخفيها، اخفي لي كذا اخفي لي كذا، الحاجات اللي انا مش عايزها معايا في اللوحه. ممكن يكون مثلا مش عايز حاجه معينه عايز ارسمها انا هنا في الماكس، مفيش اي مشكله خالص. من الليارات هبدا اتحكم ايه الليزر وايه اللي ما يظهرش. تمام، اللير وده مش محتاجه دلوقتي. تمام، فهقول له اخفيه دلوقتي اساسا اخد اكبر المساحه بتاعت الشاشه. هاجي هنا في الماتيريال، طيب انا عايز مثلا اغير لون السقف اللي فوق لون احمر، وممكن يكون في تور معدي قدام اللون. هاجي هنا
اقول له بيك ماتيريال، اختار الماتيريال ده، ظهر معايا الماتيريال اهوت، اقول له غير اللون الاحمر مثلا للون ازرق زي ما انت شايف، اتغير معايا بسهوله. برضو نفس الكلام، اختار ماتيريال تاني تمام، واقول له هات لي دوت، اقول له مثلا انا عايز اغير اللون دوت، وابدا اغير فيه. فالموضوع سهل بسيط، ان انا ابدا اعدل زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله خالص تمام. تبدا تشوف ايه الالوان اللي انت عايز تعدلها، وتختار الاناره زي ما الناس اللي شغاله في 3 دي ماكس عارفه. تبدا تختار الاناره، تبدا تشوف انت شغال بأنهي نظام من انظمه الاناره، وبعد كده هقول له اعمل لي الريندر بتاعي، اظبط اعدادات الريندر، هل انا عايزه سنجل ولا عايز الفيديو كامل. طبعا الموضوع طول شرحه، بس الناس شغاله في الريفت فاهمه ايه دوت، ناس شغاله في 3 دي ماكس فاهمه ايه دوت. فاحنا بس بنتكلم عن طريقه العمل لينك بين الاثنين. هتقول له ريندر، هيبدا بقى يعمل لك الريندر اللي انت عايزه. هتلاقي فيه اختيارات اكتر بكتير من اللي موجوده في 3 دي ماكس، من الريفت عفوا. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، هتلاقيها سهله وبسيطه، واتمنى تفيدكم ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.